بارون عبد الفتاح، مدربة بمؤسسة التأهيل لحقوق الإنسان. طبعا ورشتنا اليوم هي يعني استكمالا لسلسلة ورشات تعقد بشمال شرق سوريا. نفذنا ورشة بمدينة الرقة وبمدينة دير الزور، بنحكي فيها عن المواقع الاتفاقيات الدولية بالهرم بمواقع بالهرم التشريعي. طبعا أهمية هاي الورشة بالوقت الحالي كلياتنا بنعرف إنه الإدارة الذاتية الديمقراطية في صدد إعادة صياغة العقد الاجتماعي اللي هو بمثابة الدستور للمنطقة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والشخصيات العاملة بمجال المدني بصياغة هذا العقد. فمن هون نحن شايفين انه ضرورة تنفيذ هيك ورشات بهي الوقت لتزويد العاملين بالمجال المدني بسير معرفة عن مصادر الدستور وأساليب الدستور ومواقع الاتفاقيات الدولية بالهرم التشريعي. طبعا نحن مثل ما قلنا من شوي انه الإدارة الديمقراطية، الإدارة الذاتية الديمقراطية بسبب انه إعادة صياغة العقد الاجتماعي للمنطقة، فكتير ضروري انه الناس اللي بتشارك بإعادة صياغة العقد او حتى الناس اللي ما عم تشاركون في عندها يعني معلومات عن الدستور، شو هو الدستور، هي المعلومات البسيطة اللي بيجب انه كل الناس تعرف عنها شو هو الدستور. طبعا احنا بعام 2019 عملنا ورقة سياسات للعقد الاجتماعي لإدارة الذاتية الديمقراطية، ألقينا الضوء فيه على مآخذ القانونية لهذا العقد والحلول المناسبة له، لكن للأسف ما تم تسليمها للمجلس التشريعي. وقتك صار في شوية إجراءات منعت أنه نوصل الورقة للمجلس التشريعي، لكن فيما بعد قدرنا أنه نوصل هاي الورقة للجنة المشاركة بصياغة العقد الاجتماعي. مثل ما حكيت لك أنه كمان إن الوقت الراهن انه باعاده صياغه العقد الاجتماعي، وكمان انه كثير ضروري العاملين بمجال المدني يكون لهم علم بهذا، يكون عندهم معرفه بهذا الموضوع. وكمان هلا بنشوف انه فعلا حرك الجو شوي، في كثير منظمات هلا صارت عم تنظم جلسات وورشات حول الدستور، فهي نقطه يعني منيحه مش فيها انه على ضرورة هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع، والناس الحاضرة هي من ممثلين منظمات المجتمع المدني بمدينة القامشلي. هلا أكيد في منهم كتير موضوع كتير جديد عليهم، بيحبوا إنه فعلا يعني يتعمقوا فيه، وفي كمان يعني في عندهم شوي خلفية بيحاولوا بيطوروها. أكيد في استجابة للناشطين والمنظمات العاملة بالمجال المدني. هلأ على الصعيد العام مثل ما حكينا من شوي، إذا كنت عم تلاحظي عن أساليب الدستور، ممكن بقى فين هن يعرفوا شو هن الأساليب الأكثر الأساليب المتطورة، بيصيروا يطالبوا بالأساليب المتطورة، بيصيروا يطالبوا بموقع الاتفاقيات وين لازم يكون بالهرم التشريعي. ما أساساً نحن يعني مثل ما عم بيقولوا أنه هدفنا الأساسي هو الضغط على السلطات لتغيير استراتيجياتها بما يتناسب مع الصالح العام. فلما هذا العام هالناشط هذا او هالمنظمه بتعرف شو هي الاتفاقيات الدوليه وين لازم يكون موقعها، وتضغط على السلطه ليكون موقعها بالهرم التشريعي براس الهرم التشريعي، فاكيد هون بيكون حققنا الهدف من الورشات. هلا المراه اكيد حضورها لافت جدا وبكل الورشات، وتفاعلها بيكون كثير منيح. يعني المراه بلشت انه يعني يكون في لها بصمه بالجو العام. طبعا ما اساسي مو كل الحضور بيكونوا حقوقيين وبيعرفوا شو هن، فهن بياخذوا مثل ما عم بيقول راس الخيط، هن بقى بيروحوا بيفتشوا بيقروا بيدرسوا. في كثير منهم بعد الورشات بيتواصلوا معي انه ما كنا منتبهين على هالنقطه، وهالنقطه يا ريت تشرح فيها اكثر. فحضورها فعلا ملفت، وهي بتحاول تطور حالها دائما، وبتحاول انه تبحث عن كل المواضيع اللي بتهم المنطقة كلها. هلا اللي بحب اكده انه زيادة عدد هيك ورشات، والحضور كمان انه يكون يعني يحب يحضر هيك ورشات. برجع بقول كمان انه كتير ضروري التخصص بهذا المجال، يعني المنظمات المجتمع المدني لازم تتخصص العمل. يعني ما معقول انه مثلا مؤسسة بتشتغل بالإغاثة والتنمية وبتجي اليوم تعمل جلسات عن الدستور وبدها تضغط على الدستور، فكتير ضروري التخصص بمجال المنظمات العمل المدني.